بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميلو البؤد جوكتان سيرت اللوغو بي لول عبد العسيس ايام باريتان دير كدب انسو اوغاني قضب كاسي مهم جدا وي اما مهم جدا وي ان ديلها ان دادك الصوماليات اي اوغادان لكن وحان ربا فيلا صوماليا ان انقو قادة مركو غور ريسا قدوميها بارلمانك صوماليا شقادن محمد نور شقادن مدوبي وحو تليفون وقالي مدحوينها الدولة مايلان عبد العسيس حسن محمد اللفتة قرين وحير كور آدن مدوبي وحو كعود صدي اللفتة قرين إن برنامج كبري تولي لأن قاجين ربو أه إن دستوركا وحلقة بدلو إنو اللفتة قرين تاقيرو وحونا يري أنا قرنتيا كاقا هاية عبد العسيس لفتا جرينو حسن الشيخ محمود معنيه بلان أدك بان لقلني نباتة دنبي مامول كاس كما كين دونو معنيه إيقا أقبل كدبنا حسن الشيخ محمود وحو تليفون أقلي عبد العسيس لفتا جرين حسن وحو يري قرك إيجلبهن كو حيستا لفتا جرينو دقالكي معنيه نود حيي مال إساقا طور وحان أباهان هاي إن برنامج كان أنيغو أن وطو آد إغو تاقيرتيد وماركا يسي بري تولي يوحي كدن بيه وحكا بدل كدستور كان آد إغو قرب سيسيد آد إغو عاوسيد ماركا يسي وح نباطة معنيه دنبانا نمار نحماري دونتو ماركا يسي سيدو كلانا وحان دونيا إن عيدامو أن ودادا صومر سيو مغالا دا بايدابا آن كينو إلا إيو ماركا يسي لباكونا أسكري وجيغا إغو رأيه بينما أنك سودجيو تضباط يدا سوا صعدة عبد العسيس لفتا قرين و أغلاضي إن دستورك وحلقة بدلو إسلامر كان حسن شيخ محمود و كتاغيرو قضب كاسي سردون كا SMC و حقي جينيا حقنا كموي عانينو سيدو كالين عيدا مولو جيو مغالا دا بيدبو لفتا قرين و أغلاضي و ماركي سيحوية سراكيل اي كيهين و حسن شيخ محمود كا أمر قادنا يا إناي بيدبا دقان مركا صواب تمنى قانو إسبدل لذان والدة معنيه إن لفتا قرين خيانة إي كتاي إن إي لبكتاي دا ساعة عذاب صوحري خياننا وحشقينا يا ماهن وحاوي بريتو لبا معنيه هرقلين تأيها سعطا إسبدل وين باجرة فيلا صوماليا ويسكو داحين نيك اللي يرادو عبد العسيس لفتا قرين يا حسن شيخ محمود عوضا آده إسو قد داحين لنك التليفونك ويسكو ليرادين آدن مدوبنا يا حسن شيخ محمود ويسكو لنع واسكو هالغوف تاسي واودا كد واودا اوكتهين فيلا صوماليا عودا اهد با لسوكو فيري وحاوي قعنقاد با دعاي قعنقاد كاسن حوكوي ما داي نمان الالادا مدحتو يدا اح ايا وحا ليري كارر كا اي دي كارادا صوحر ايا سيدان هداي ايدين شاقي ماركي سي مهد صلاة اي فقه رق اي وطان ايا يري صوحر ايا وي ديدين ما صوحر اينا اي دهين والا استقالي قعنتا ليس لقلي في اللضة وحاوي مهد صلاة نصد قوته قار كمد ايام اركيس مدح لقى جبيي لا وعي ويه هدا ارنت معنيه حبط انبيا لمن ما هاني وحو مردنا ملحون بي قاعدين اذن مذوبي الساقة هدا ايه لبدي سي قدومي شن دقيقة دوت كور وحي اقلين حسن شيخ محمود وحي دونيهان إن ماركيس أرنتا بريتولي أي كالهاد لان إيوه وليبا أي دي كاردا شقالا مدحتو يدا ودك دق الله أرورينا إن لغي جوكسدو فقي إيا مهد صلاة وحي تاقييهين قفل الريبا إيا مجرو لمان وحي شقالا ماشان هرا وجوغي ولغي إريايا إلا لذا مدحتو يدا ماركسي كستوي أحد طبا أدن مذوب إساقن وحولي هاي أرنتان وحساسي إن شقاله الدولة وحي مدحتوية كشقيناه يا إلا لدي يسراكيش أردن هالمر أف ليرادو سحماهن هولا أدك بان كتشرنا هادا قبر لقبي كيس كيدا يالا وحي يالا إن ماركيسي يعني الدستور وحي لقب الدلايو قبو شقروه بدي ورنما يو مدحتوية دا كدايا سيدان حسابتا ماشا سي مريسا هران إذا مدى الدولة دا صوماليا ايا لو ليناي لينت عيدمدنا سياسات ايا كدنبيسي عيد دلكان ان عيدمد لا لايو
ujeedooyin fara badan baa laga lahaa kow inuusan dalka ciidan yeelan labo in ma arkayse dhaqaalaha ku baxaya ciidamada damuuljadiid ay jeebka gashadaan askarta yacnii farmaajo wuxuu sameeyey darajooyin inay lacagta ay ku kala qaataan askariga yacnii haddii tusaale ahaan sarkaal uu yahay oo uu yahay gaashan la sare iyo dablaha isku dhaqaalo ma ahan darajo walba lacag baa lagu dhiibaa marka xasan sheekh maxamuudna wuxuu ku caan yahay jeneraal iyo korneyl iyo deble $100 ayuu siin jiray marka sidii uu doonayaa deblaha sarkaalkan socda ee dallacaada lacagta ku qaadanaya waxaaba la rabaa in booska inta laga saaro nin ay ilmo adeere yihiin oo macnihii dowlad aan soo marin in booskaasi la geeyo $100 isaga uu ku qaato meeshii jeneraalka uu qaadanaya intaasoo lacaga boqolaalkaasi differensiga u dhexeeya inay iyagu goostaan oo ay dhaqaale ka dhigtaan marka yacni saraakiisha iyo askarta la dilayo ujeedadoodu waa sidaas waad ogtahay hadda villa soomaaliya waxa ka socda iyo dalka siduu isu wareejiyey waxaan aadi doonaa gabadhan abdulcasiis uu dhalay ilaahay ha u naxariistay ee nolosha lagu gubay maxaa loo dilay magaalada waxaa la soo geliyey markii hore gabadhaasi in masayr dartiisii loo dilay anigu shakhsiyan su-aalo fara badan ayaan iska weydiinayay ninka ragga wuu masayri karaa laakiin haweenay macnihii intaasoo caruur leh oo macnihii caruurteedu yuruurac ah balaas macnihii uur 5 bilood leh ninkii la joogo aanay ka didsanayn macnihii uu usoo hoydo ogol sababto macnihii masayr loogu gubi karo ama loogu dili karo su-aalo fara badan qalbigayga aniga shakhsiyan taasi way qaadi weyday yacni way u cuntami weyday bikaas dareen rageedaan leeyah anigu doofaar ma ahi nafsadaydu waan masayri karaa anaa iska soo qaadaaya inkastoo masayrka lagu kala badan yahay haddana wax la hubaa lagu masayraa xaas kuu joogta caruur kuu haysa ma arkaysa haddana caruur haysata haddana uur kuu leh 5 bilood yacnii I don't think so in macnihii loo masayri karo ama masayri loo dili karo ani ma umalaynaayo ninka maskaxdaa looga jiray maya maskax loogama jirin gabadhaa wixii loo dilaan kuu sheegaa marka gabadhan 2 siyaabood ee loo dilay gabadhan xoolaheeda iyo siraa loo dilay xoolaheeda iyo maxaan ku dhahay iyo siraan loo dilay waxaan ku hormarayaa sirta loo dilay aan kuu sheegaa xoolaha way fudud yihiin gabadhan nin baa qabay oo ilmo ka dhalay markii hore inta ninkan aanu guursan ninkaasi maqaayad shidan oo kafeega iyo laga cabo ayuu ku lahaa airborka soo ma taqaanid airborada caalamiga marka la dhoofayo waxnay waxaa jira maqaayado ka qaalisan kafeegooda cabitaankooda yacnii nacnacooda shukulaatadooda dukaamada caadiga ah bikaas airborka waa dibad qofka markuu galo meesha uu ka dhoofi lahaa waay meeshaas unbuu wax ka gadan karaa waa meel shidan laga lacagaysto tuun waxaa jira ninka maqaayadaasi in laga dishay oo sun wax loogu daray annaga 100% ma xaqiijin karno laakiin hadda waxaa soo baxday in macnihii ninkii hore meeshaasi nafsadiisii laga dishay ninka naagta qabay ilmaha u dhalay oo la taatikeeyey la farsameeyey taasi 100% ma dhihi karno kuma dambaabi karno ama laakiin gabadhan sababta loo dilay marka
gabadhan waa loo yimaaday maqaayadii haddii ninkeedu hore doon dhintay iyada la wareeg Soomaan waxa lagu yiri waxa dhahaya ninka hadda qaba oo dilay oo saleebaanka ah ragga uu ku xiran yahay damul jadiid ay ka dambeeyaan soo diray waxa lagu yiri maqaayadan dad mas'uuliyiin aan rabna inaan macnihi aan cunno si farsamaysan kafeega iyo shaaha sun ugu dar kaan rabno yacni meesha waa laga dhoofaa moogta kii la rabo oo nabad iyo nolol ha noqdo qabiil daarood ha noqdo hawiye adiga eraboorkiina hebar gidiraa joogta ma ogtahay siiba saleebaanaa jooga gabar macnihi ah haysataa jirtaba alcadaala iyo wax isku yihiin sidaan umalaynahay marka waxaa la yidhi si aysan u dareemin ilaan annaga haddaan wax siino qofkii naga cabbi maayo laakiin maqaayadan waa sayf qaabkii sumaynta qadiijo diiriye iyo sheeko noocaasa adiga kuwa aan rabno inaan sumayno noo fududee gabadha way diiday baa lay sirta aan hayno waxay tiri maya ma samayn karna sidaasi sheekadaasi waxa uu la yimaaday ninka hadda ma arkaysee macnihi gubay gabadha oo lasoo maray oo nimankan damul jadiidka ah macnihi ay soo shaqaalaysiiyeen oo ay soo dhex mareen gabadha marka ay diiday maxay haysaa marka sir bay haysaa marka mujada sir bay haysaa okay way warwareegatay way warwareegatay gabadhii marka dhinac kale laga soo maray haddana nin naag isqaba waa cajiibe ninkii ka dhintay lambarkeedii lambarkiisii iyo akoonkii lacagta uu shaqaystay ugu jirtay iyo waxay iyadu shaqaysatayba iyada isku haysatay laakiin ninkan passwordkiisiisa la yiri yacni ma arkayse lacagta meesha ay ku jirto nini naag isqaba adiga lamaana waay ma ogtahay marka lacag ugu jirtay ilaa iyo $12,000 waxaa la sheegay in uu ku dhiilay qamaar iyadoon ogeyn marka qamaarkan ani waa fahmi waayey ani ma aqaan ma ogtahay waxaa la yidhi qamaar la yiraahdo 1xBet oo mobeelka laga dheelo uu ka dheelay $12,000 sidaasay ku baxday gabadhii $12,000 way weydiisay lacagtii markii dambe aabaheed ayaaba dhexdhexaadiyey waxaana lagu gooyey wuxuu yiri shaqada inta aan bilaabay ani markii hore wax ma haysanini adaaba baabuur ii gaday shaqada inta aan bilaabay boos aan tireedi jaka gatay ayaan kuugu wareejinayaa $12,000 aan ku siinaya okay wareejintii waa lagu ballamay sida la sheegay wareejintii iyadoo lagu ballansan yahay ayuu haddana wuxuu yiri gabaray lacag badanaa la iga cunay lacagtaasi kama samri kare bal haddana ma arkaysee macnihi lacag aan ku dheelo qamaarka si lacagtaasi aan usoo ceshtay si way diiday baa la yidhi waa xilliga boos wareejintan ay soo dhowdahay booskii la rabo in yacni uu sheegay in lagu wareejiyo gabadha marka waxaa soo baxday baa la yidhi markii dambe gabadhan maadaama sir ay hayso maqaayadaasi dadka noo sumee la yidhi ay diiday kafeega madaxda la rabo in la dilo in iyadii meesha laga qaataba marka goormee boosna la siin goorme ninba wuxuu leeyahay cabdiqani maxamuud munaafiq weynaaday waaye ninkan munaafiqa ka hadle qof dharaa nolosha lagu gubay marka in la sheego ma ogolid ha kii wax gubay in la sheego haddii la sheego munaafiqa la noqonaa qof dharaa noloshii lagu gubay marka sirta haddii la sheegi maagu makrigiini munaafiq munaafiq weligaaba munaafiqee aday ku taallaa